أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ شعر الوجنتين للتجمل للمرأة فقط؟ المرأة لا تأخذ بالوجهين شيء، شعر الوجه ولا الحاجبين، إلا إذا كان شعر الوجه مشوها للوجه أو يخلط لها شارب أو لحية يشوه وجهها فلا بأس أن تزيله. أما إذا كان وجهها عادية ليس فيه تشويه فإنها لا تستعمل هذا الشيء الذي يسمونه الحبس، يسميه الفقهاء بالحبس، وهو أخذ شعر الوجه. إذا كان عاديا ولا يشوه الوجه فإنها تترك. نعم. لأن بعض العلماء يرى أنه يرى أن أخذ شعر الوجه يدخل في اللمس